الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ رائد. إذا بداية لاحظنا التذبذبات في أسعار الدولار وتحديدا يعني حالة من الاستقرار التي تسيطر على الدولار، كيف تصف هذا الاستقرار؟ يعني بالتأكيد نحن يعني هذا الارتفاع الذي حدث على الدولار الأمريكي واستقراره نوعا ما عند مستويات 96.5 كمؤشر أمام سلة من العملات، مرده أنه التابرينج الأسرع أو تقليص الأسرع في برنامج شراء السندات من الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي سحب سيولة من الأسواق تدريجيا بشكل أسرع إن صح التعبير بعد أن كان هناك عمليات تحفيزية قوية لمجابهة كورونا. طبعا من المتوقع أن الدولار الأمريكي يحافظ على استقرار نوعا ما حتى نهاية تعاملات هذا العام عند هذه المستويات، وأن لا يزيد بالارتفاعات خصوصا مع وجود مخاوف أوميكرون التي تسيطر على الأسواق إجمالا وعلى رأسها الأسواق الأمريكية. فبالتالي مزيد من اللهجة يعني نحن شهدنا في الاجتماع الفيدرالي الأخير ما فرق نوعا ما نسبي ما بين معطيات الاجتماع باستقرار أسعار الفائدة أو بقاء أسعار الفائدة والتقليص في البرنامج شراء السندات، ولكن على الجهة الأخرى جيروم باول أكد بأنه لن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة حتى انتهاء برنامج شراء السندات، وهذا كان مرده نوعا ما يعني مختلط على الأسواق وعلى الدولار الأمريكي تحديدا. بالتالي الإبقاء على هذه اللهجة التيسيرية هو بنتيجة مخاوف أوميكرون والإغلاقات الاقتصادية التي قد تحدث في أي وقت ممكن. طبعا يوم أمس كانت أخبار مريحة نسبيا في المملكة المتحدة فيما يتعلق بأنه لن يكون هناك إغلاقات حتى نهاية تعاملات هذا العام أو قبل موسم الأعياد، وبالتالي هذا يعطي إيجابية نوعا ما في أنه الأسواق العالمية لن تغلق بشكل حاد كما كان متوقع، وهذا يقلل نوعا ما الآثار السلبية على الاقتصادات العالمية. نعم أستاذ رائد، إذن وتحديدا في منطقة اليورو نتحدث عن معدلات تضخم مرتفعة، نتحدث عن قرارات واضحة كانت فيما يتعلق بأسعار الفائدة، لكن مع وجود مخاوف أوميكرون كيف تأثر اليورو؟ لاحظنا بعض الضغوط على اليورو خلال الفترة الماضية، هل نتوقع أن تستمر حتى نهاية هذا العام ومع بدايات العام المقبل؟ يعني نحن كمان ننظر إلى المخطط السعري لسعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي، ونرى أنه فعلا هو تحت ضغط ممكن أن يكون في عنا يخسر مستويات 1.12 قريبا إذا ما كان هناك قوة في الدولار الأمريكي، بينما في منطقة اليورو التضخم المرتفع حاليا لا يعتبر هو يعني مؤرق بشكل كبير جدا. لماذا؟ لأنه في نقطة مهمة جدا، منطقة اليورو أصلا تعاني من مستويات تضخم منخفضة قبل أزمة أو جائحة كورونا، مع ارتفاع هذا التضخم هو كانوا يصبون إلى الوصول إلى هذه المستويات ولكن دون وجود لهذه الأزمة أزمة كورونا، وبالتالي الإبقاء عند مستويات التضخم هذه قد يبقي يعني السياسات التحفيزية مستمرة لفترة أطول دون الضرر حقيقي يوجبهم على إيقاف هذه السياسات. بالتالي لا نتوقع أبدا إيقاف السياسات التحفيزية في المنطقة الأوروبية ولا التوجه نحو تجديد أسعار الفائدة في أي وقت قريب لا هذا العام ولا حتى يعني بنهاية العام القادم، ممكن أن نشهد بدء الحديث عن هذا الأمر، فهذا يعطي أريحية نسبية حتى وإن كانت مستويات التضخم مرتفعة، ولكن نعود ونذكر أنه كانت هي أصلا منخفضة لفترة ممتدة وكان يعاني منها المنطقة الأوروبية. بالتالي اليورو قد ينضغط بشكل أكبر أمام أداء الدولار الأمريكي بالفترة القادمة، وأعتقد خلال العام القادم سوف نشهد مستويات متدنية أكثر على زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي، وقد يبدأ العام بمستويات أقل من 1.12 حتى يعني إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه من تشديد في السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي وإبقاء سياسة تحفيزية في منطقة المركز الأوروبي. نعم، إذا أستاذ رائد في حالة التذبذبات الحاصلة وأيضا الارتفاع والانخفاض الطفيف لأسعار العملات تحديدا، يعني لم نجد على غير العادة التأثر من المعدن الأصفر وحركات واسعة يعني لم نراه يرتفع إلى مستويات 1800 دولار للأونصة الواحدة، حالة الثبات في الذهب كيف تفسر؟ يعني هذا مصطلح يسمى في الأسواق flight to quality، حاليا يوجد هناك نوع من التردد ولكن هناك توجه إلى الملاذات الآمنة. استقرار الذهب عند هذه المستويات فوق المستويات أو قريب من مستويات 1800 دولار للأونصة بحد ذاته هو يعتبر
تماسك، لأنه أنا في عندي فرص استثمارية موجودة في الأسواق، لا تزال أسواق الأسهم تتمتع بجاذبيتها، بالتالي لا يوجد هذا الـ يعني النزوح الحاد من أسواق العائد المرتفع نحو الملاذات الآمنة، وبالتالي استقرار الذهب عند هذه المستويات بحد ذاته يعكس توجه نحو ملاذات آمنة حاليا، ولكن قد لا يطول كثيرا، بالتالي من المتوقع للذهب أن يزور مستويات أدنى في الفترة القادمة، خصوصا مع انحسار المخاوف من أوميكرون وكضرر كبير يؤدي إلى إغلاقات اقتصادية، بالتالي ذلك يعزز ارتفاعات أسواق العائد المرتفع كالأسهم وغيرها، ويساهم في يعني ضغط أكبر على أسعار الذهب، وربما تخلي بعض المحافظ من الذهب، فبالتالي يفتح المجال لتراجعات على الذهب قد تصل إلى مستويات دون $1,700 للأونصة خلال مطلع تعاملات العام القادم. نعم، مدير الأبحاث في إكويتي جروب الأستاذ رائد خضر، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا. We'll be right back.